تحية طيبة، ونحن نصادف شهر رمضان المبارك، شهر المغفرة والرحمة، ومن واجبنا ومن شيامي ومن واجب كل واحد منا أن يدعو لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالصحة والعافية والهناء، لأنه هو الصاهر، وبفضله يعيش المغرب آمنا مطمئنا فخورا، وليس على الصعيد الوطني بل على الصعيد على الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد العالمي. كما نرجو من العلي القدير في هذا الشهر المبارك أن يحفظ جلالته ويطول عمره ويحفظه في ولي عهده المولاي الحسن وأخيه المولاي رشيد وكافة الأسرة العلوية المجيدة. بالعربي محمد رجل تعليم متقاعد، عضو بجماعة لالا ميمونة لمدة لخمس ولايات ما يقارب 30 سنة، وقد شاركت في التسيير منذ التحاقي بهذه الجماعة وشغلت منصب رئيس. خادمنا الجماعة منذ هذه 30 سنة، أنا وبعض الرؤساء الذين سبقوني والرؤساء الذين جاءوا من بعدي، وكل حقق ما عليه، لأننا نحن في واحد الجماعة، جماعة لالا ميمونة من القرى النموذجية أو القرية النموذجية اللي زارها المغفور له الحسن الثاني رحمه الله في الستينات. وهذه القرية صنفت ضمن القرى الضعيفة، لأن تعرف واحد الهشاشة على الصعيد الإقليمي، ورغم ذلك حاول كل منا أن يبدل ما في جهده. بالنسبة للمجالس ديالنا في 30 سنة، أنها أول عمل كان هو كهرباء العالم القروي، حيث أن الجماعة غطت 100% الجماعة ديالها، وكذلك مركز لالا ميمونة، حتى دوار يوجد اسمه دوار بدوا في لالا ميمونة تهو تكهرب بطريقة كهرباء العالم القروي. وعلى الميدان الصحة، ميدان الصحة حيث لالا ميمونة كان بها واحد المستوصف صغير، فإذا به رتبنا مستوصف كبير، وكانت زيارة طرف الوالي السابق عبد الله المسلوت، وجاو دكاترة عشيرة، وتصنف إلا أنه لأسباب تعرفها وزارة الصحة ديكرادا، ولكن بقى هو مستوصف له داك له قاعة الولادة كيقوم بالعمل ديالو، وجماعة مساعدة بسيارة الإسعاف بكل ما تحتاجه وزارة الصحة. على الصعيد ميدان قطاع التعليم، حيث بادرنا ببناء ثانوية لالا خديجة بلالا ميمونة، ثم حصلنا على إعدادية الزهور ومدرسة ابتدائية الآن ملحقة بثانوية لالا خديجة، وأصبح التعليم ما كيحتاجش تعمل شي حاجة إلا وكسبنا داخليات تعليم غادي على أحسن ما يرام. بالنسبة للميدان، ميدان الطرق، سهرنا كل ما في وسعه رؤساء سابقين وأنا في إعادة بناء الطريق الرابطة بين عرباوة ودار جديدة، ثم الطريق الرابطة بين سوق الأربعاء المارة بالدواوير مغيطن ولاد نفخة المريجة لالا ميمونة. إذن أما بالنسبة للدواوير المسالك ما يفوق واحد 20 عام دابا، وحنا كن
غطينا المسالك كامله بديال الدواور وما كنا ناخذوا لا كريدي لا حتى حاجه بحكم التمثيل ديالنا في المجلس الاقليمي. انا 12 عام وست سنين في الجهه، كذلك الرئيس معايا الاخر البدري علال حتى هو دوز حقبه كبيره، والفضل كيرجع للسلطات الاقليميه والسلطات المحليه كيتعاونوا معنا. حتى دوك الطريطات اللي كانوا كيتخلصوا ديال كهرباء العالم قراوي كتساعدنا بهم العماله الله يكثر خيرها، لان الجماعه كانت هشه ما عندهاش من يتخلص دوك الطريطات. فاذا هذا بالنسبه ديال القطاع ديال الطرق، غطينا جميع الطرق كنا نكسبوهم اما من المجلس الاقليمي او من المجلس الجهوي او من الانعاش الوطني. الجماعه غدا على احسن ما يرام. حتى الاخر مرحله هاد الحقبه ما بين 2015 لدابا، جاء هذا الرئيس جاب خلاده، جابته ظروف اللي جعلته ينتصر بصحته، جاب الحزب ديالو، حنا كنا من جملة الناس اللي ساعدوه. فإذا به جاء من الحزب العدالة والتنمية، وراه عارف حملة جابته سيد جاء أنا نسحبو غيخدم بلاد الساعة، جا بنية ما فاتت 6 شهور ولا 7 عرفنا كيخدم المصالح ديالو ديال حزبه. أول حدث غيوقع دوزنا 10 شهور أو 8 شهور بدا كيدوز صفقات وحده تحكم انفرادي. أنا كنت القانون عاطيني كرئيس لجنة المالية، ما حضرنيش في صفقات، تقدمت بشكاية للعمالة. خرجت لجنة بحثت في الأمور، قال هذا غيبقى مبرزطني، قرر يحيدني في دار دورة استثنائية باش يحيدني، وحطنا واحد النقطة ديال التمديد ديال السوق الأسبوعي يدوز على 3 سنين بزيادة ديال 5%. لقاوت هذا قلنا له ودي اشرح لنا هذا الشيء علاش غتحطو، هو كان الهدف ديالو هو باش يدعموه في الحملة الانتخابية. احنا جاتنا مع الحملة الانتخابية ديال البرلمان ديال 2016 رفضنا، واللي رفضنا دار لي الإقالة أنا. إقالة جدول الأعمال نقطة إقالة رئيس لجنة المالية، مع العلم أن الإخوان اللي معاه ديال العدالة والتنمية 5 قالوا له ودي ما ديرش هاد النقطة، السيد ما دار والو. لا قال لهم غنديرها تحكميا وضرب الطابلة، هو يدير النقطة ربحنا احنا، بقات عندنا 15 وهم عندهم 13، بقينا غاديين. حنا نظرا لمصلحة المواطن وكاين مشاريع تنموية مقعة قدام سيدنا قدام سيدنا، بقينا دائما راه الدورات عندنا في المحاضر بالإجماع كنصوتوا على النقاط. الغريب في الأمر أن السيد قلنا له دائما كنحذروا حنا مع السن ديالنا والتجربة تنقولوا ما نكذبوش على المواطن، ناض قال لهم السوق غنحولوا، نط انا في دوره قلت له واش برويطه غتحولوا، قال لهم غندير تهيئه غندير، درت مع العمران درت كيتنقز من هنا لهنايا. قلنا له ودي لا الله يخليك، راه ناض كينسب المشاريع هذه هي الاخطر حاجه، رانا شرت له في الدوره الاخيره اخطر حاجه كينسب المشاريع الملكيه ليه الحزب، وهذه انا ما عرفتهاش كاع. خبرنا السلطات قلنا السيد الوالي لكل شيء، حضرنا تعيينه باقي الان كينسبها. مؤخرا مشى الجماعه ديال بوبكر الحاج، مشى الجماعه ديال بوبكر الحاج وبقى كيتصارف معها بدون اتفاقيه بدون، في الاخر ما اللي حصل دار هو واحد طلب هو الرئيس الاخر طلب لا واش انت لا باغي دير شي حاجه مع جماعه خصها تكون شراكه، هذه معروفه، هذاك ماشي ماتيريال ديالو ولا ديال شي واحد او غيتحكم في نفوذ ولا شيء. سيد ما دار والو كيقول ما انا درت هذيك مشاريع ملكيه في الاقليم كامل، مشي امام سيدنا في 2015 في رئاسه مجالس السابقه وانت كتنسبها لراسك. الا هذا الرئيس السابق
خلى متخوف مع رادة وهذه خلى مليار ما يقارب مليار وربعمائة مليون هو اللي صرفه. صرفه فين؟ في واحد البرمجات برمجة أنا في 2006 ديال الطرقات ونبود دار شي روضات وشي أسوار. والغريب في الأمر علاش أنا شكيت به؟ المارشيات عطاهم عضو في الكتابة المحلية في العدالة والتنمية هو اللي كيجيري المارشيات. دابا راه المهندس عندهم العدالة والتنمية دراسة ما تعرف حتى شي حاجة والتحويلات لعلك ترضى البناء العشوائي الرخص راه النهار اللي غتجي شي لجنة احنا ما يمكنناش نقولوا هذا يا غنفيقوهم النهار اللي غتكون لجنة راه الكارثة التشجيع في البناء العشوائي والرخص راه ما عندهمش غيخزنوهم ولا غيخزنوهم راه معروف هذا الشيء. جا في هذه النقاط طرحنا هذه النقاط. النقطة الأولى تيقول لك كراء كنا التحملات لكراء المحلات التجارية بالسوق الأسبوعي. قلنا له ودي هذه ربع سنين مالك ما كريتيهم ودابا تقربت الانتخابات عاد غادي تكريهم مع العلم أن السوق غيتبنى وناخذوا خلينا عليه الكريدي ما يمكنناش. عندك غاية في نفس يعقوب وهو اش بغى يدير دابا هو بغى باش يكريهم للناس ديولو رفضناها. قال لي التحصيل قلت له التحصيل هذه خصها تسجل هذه التحصيل اننا عندنا مقلع خدام يوميا هو اللي خدام على المنطقة ديال كاملة ديالنا ديال اربع الجماعات ولا خمسة لحد الان ما دخلتها ريال دخل اللي دخلت هي فلوس ديال المجلس السابق ندير الاجراءات ديالو ديال المتابعه واللي دخلتها هي الماليه لان ملي كيدخل عند المقاول كتخلصو كتقطع ليه هذا. قال لي انا اللي فعلتها حتى هي كدوز مايا فوق الاطنان ما عرفناش شكون اللي شارك في داك الكاريان لحد الان. المشاريع كامله فيما مشينا لقاو تشوفنا راها من داك المقلع. قلت له ودي حصل على المقلع. النقطة الثانية كيقول لك الدراسة والتصويت على كناس التحملات المتعلق بدمع الجمعيات بجماعة لالا ميمونة. قلت له ودي هنا جمعيات اللي هي جمعيات كاين وحدة ديال التعليم ما غنكروش الخير ديالها هذيك مكلفنا كنقل مدرسي هذه المهم قادة براسها ما غنكروش الخير. وكاين جمعية ديال كرة القدم الدراري راه كانت عندهم 12 مليون في هذا المجلس السابق وكانوا جوج فرق وحده قصاوها من الجهه لانك تبع الرئيس السابق قصاوها خلاو هذيك قلنا ما كاين باس حنا وصلنا ل 30 مليون ديال السنتيم هاد الفرقه هادي باش تساير هاد الفرقه تمشي. حنا ما عمرنا عرضنا على شي حاجه قلنا له هاد الجمعيات هادي اللي غنبقاو نعطيوها عندنا راه واحد الخطره حضرت انا في توزيع ديال المنح لقيت لالا ميمونه محط مره قياسي في الجمعيه ما كاينش اللي كتخدم عالقيل والقال وهذا الفيسبوك وهذا صافي بحال ديك الجنود في الخفاء وتلفتهم كاع على خدمتهم وعلى كل شيء على اللي كان خصو يتقال. انا دخلت زيد سبعي قلت له ديال الجمعيات كندير نخبه توعي الناس نخبه ديالهم تسميه الجمعيه ديال التوعيه توعي الناس لان واحد الظاهره ولات في لالا ميمونه راه شي اربعه ولا خمسه ديال لي زيكيب اللي تشدوا عن طريق الدرك ديال مولاي وسلام ولا ليم منهم الاخ ديال هاد الرئيس. قلنا له على الاقل توعي الناس اخ الرئيس راه تشد بالصمته ديال القرقوبي ولا الهلوسه ولا شنو. قلنا له على الاقل هذه توعي هاد الناس الدراري باش ما يبقاوش انحراف هادو هما الجمعيات وندعموهم اكثر. دراسة الموافقة على مشروع اتفاقية شراكة مع تدبير المرافق الصحية محطة هذه محطة طاكسيات حنا دازت عندنا وصوتنا بالإجماع تبنات محطة دار التواليطات أنت اش دخلك فيها؟ علاش باغي يديرها؟ لأنك عرف على السورس ديال الانتخابات مثلا هي الطاكسيات جابوا واحد ما عرف منين مين وداروا أمين حيت ما عندوش الدروا يدير أمين دار رئيس جمعية باش هو يبقى يتحكم فيهم ويديروا له الدعاية. الدراسة والتصويت على قرض من صندوق تجهيز الجمعية لبناء وتهيئة المسالك والطرق الداخلية. هذه يا سيدي طرق دابا كينشر والطرق خصها دراسة. طلبنا احنا الدراسة
طلبنا اين دواور اللي غي يدوز فيهم هذا القدرون، ما كاين حتى حاجه. وحنا هذا علاش؟ هذا توهين كيوهم الناس، مع العلم اننا حاطين 180 مليون في الفائض ديال القرويه مبرمجه للمسالك، ما نخدموا ديك 180 لا باقا شي عبره، حنا المسالك مصوبينهم. واش تغدير النيلو؟ غدير النيلو دير ديك 6 كيلومتر ما بين لاله ميمونه، هذا هي اللي رئيسيه. هذا كله كيوهم الناس. وطلق دابا واحد الشرديمه ديالو في فيسبوك، راهم تعرضوا على الطرق، تعرضوا على المامان. لا ما عمري شفت هاد الناس. وقلنا له حيد الكذوب، كيكذب بزاف. دار صوت التصويت على تعديل الدستور تاع حمولات الخاص، هذا هو اللي سبب الفتنه في الاول. ولا عاودوا، كنا له راه رفضنا هذيك الخطره، قال لك انا عاودته باش يتخلص بست شهور، ما عرفنا حتى حاجه اش كيقول. انا سوموني، انا كذا كذا، انا كذا كذا. قلنا له ودي هذه راه فيتها مرفوضه ما غندوزوش. دير صوت تصويت على ملحق اتفاقيه مع المحامي، محامي ولد البلاد. وقلت له انا في الدوره راه تلميذ ديالنا، دخلناه صافي. قال لك سيدي عاطيه 15000 درهم، خصنا نديروا له 30000 درهم. قلنا له صافي، ما رفضنا له. وقلت له انا بهذا الشيء، قلت له تتقرب الانتخابات ونعطيه اكثر. دراسه وتصويت على مشروع اتفاقيه شراكه من اجل تمويل وانجاز مشروع تزويد دواوير تابعه للجماعه بالماء الصالح للشرب بواسطه. هذا هنا كيبوه الناس. دابا راه تيطلع طالق لسانه تيقول لهم انا كنت غندخل الماء غربط لكم الديور، وهم راه رفضوا لي. والنافوره تاع الاخ، عندنا جهه في العنابسه ما كاين اللي يدير له النافوره، كل واحد عنده بير ديالو بالضوء ديالو بكل. عنده الجهات الاخرى اللي كيهضر عليها وتيمشي عند الناس تيقول لهم بغا تعرضوا لكم على الماء، كلها كل دوار عنده النافوره ديالو. مع العلم ان هذا المشروع، وتيقول حنا تعرضنا على مشروع تنموي، مشروع تنموي خايط الطريق ديالو، وهذا كيستافد منه المواطن، حبه وحبه وكريه من كريه. هو تيبغي نسبو تيقول لهم وهذاك المشروع راه بادي ماشي عندنا، عند جميع الجماعات المجاوره، ان هذا المشروع راه في المشاريع التنميه بحال سينيسمو الواد الحار بحال كل شيء. وهذه المشاريع شكون اللي حققها؟ هو حققتها وزاره الداخليه وعلى راسها السيد العميل. ومن هذا المنبر انا تنشكرو، راه هو اللي بدل دار اجتماعات ماراطونيه، وهو اللي خرج هذه الوجود. وجا كنشكرو، جا حتى عطى انطلاقه ديالها. هو يلاه كيعطي انطلاقه وكيمشي تيقول لهم راه حزب ديالنا ولا انا اللي جبتها. انا قلت له ذاك النهار سنتجه للقضاء، لا باقي تذكرها على فمك. مشاريع مالكيه تذكرها على فمك، راه غنتجه للقضاء. وهذا السيد انا راه ما راها كانت لاله ميمونه، كانت عايشه كل اللي في بيع وشره ديالو اللي في قرايه ديالو، دابا راه شغل الناس وراه خلق فتنه في البلاد. دابا راه مدير واحد هذا كيتنيق البلاصه يتعشى، يجيب هادو يبقى يخطب. السيد غيسعر ما عرفنا مالو، ودقت له ديك الشوكه ديال الانتخابات، حنا راه عيينا منها. وهو راه لا مشى الله، انا من هنا تيبان لي لو قال لا خسر راه قدر ما يكملش حياته. هاد السيد جالس كيدوق على المواطنين، ماشي مواطن عايق عندنا، حنا اللي غيقولنا حنا عليهم شي حاجه. حنا كنا خايبين، ما غنترشحوش كل ولايه ونربحوا، راه بنادم عايق، بنادم راه ما يخليكش تزيد كاع. ولكن راه بنادم كل ما كانش يعرفك ما غيرشحكش. حنا درنا معاه فوزعنا سواء على الميدان، جميع القطاعات خدمنا فيها. ما خصنيش تفوت الفرصه باش نذكر واحد الانجاز حققناه، انجاز كبير واللي هو مهم، الا وهو الماء. الماء كانت لاله ميمونه كتعاني ما يفوق 30 عام كتعاني من قله الماء نظرا للاكتظاظ ديالها. كانت ديك الشركه ديال لاراك ما قيماش بالعمل ديالها، الاكتظاظ قوى عليها، بقى بنادم ثلاث ايام يومين كيسين الماء. ناض المجلس في العهد ديالي، مشينا عند الوالي بن شريفه واتفقنا، درنا دوره في جدول الاعمال، فسخنا العقد مع لاراك، وربطنا عقد اخر مع لونيب،
ولونيب الله يكثر خيرها نادت حفر الثقب بالملين وزاد الثقب خر بعد ما يفوق قالوا لي مليار و200 او جوج ملاير وعاودت لاميناجمون ديال القريه كامله. دابا اصبح المواطن 24 ساعه على 24 ساعه عنده الماء. زياده على هذا حفرنا صندات داخل القريه داخل السونتر داخل الدواور غطينا الماء ما كاين حتى دوك الجهات اللي كان الماء بعيد منهم حفرنا ابار ودرنا صندات في المريجه ابار في الكعبزه بير في مغيطن جميع المناطق درنا فيها ابار حيدنا المساله ديال الماء. ثم قمنا بواحد العمل كان عندنا مقر سينما فاستينات دارت مقر الجماعه بالفضل ديالنا ديال التمثيل ديالي في المجلس الاقليمي. طلبت من الولايه الله يكثر خيرها على راسها الوالي بن شريفه واعطاني اعطاني التمويل ديال بناء مقر. صدقنا بناء مقر بنينا مقر سفلي وفوقي وفضل ديال النواب اعطوني الارض وصدقنا بجماعه لا باس بها في المنطقه. حنا راه كانت غيره وبقى عندنا غيره. حنا ماشي رؤساء اعضاء وكنوبوا على لاله ميمونه في المجلس الاقليمي ديما والسلطات راه عارفه هذا الشيء.